مساء الخير، حلقة جديدة من يوميات ستار أكاديمي وجولة جديدة على أخبار طلاب الأكاديمية، والبداية مع زيارة هادي شرارة يلي تخللها هالمرة أغنية من الطلاب هدية لهادي. كيف كانت سفرتك؟ ثانك يو على الموسيقى، برافو. ولا واحد منكم ظابطه معه، بس كله برات ايقاع ونشاز. مش معقول بتغنوا مع بعضكم، تنشزوا مع بعضكم بدون ايقاع مع بعض. بدي بلش انعر اللي انا كنت بحبهم، يعني بلش حرك شوي، لانه في ناس ارتاحت كثير وحست حالها انه هي من اهل البيت. This is very good بطريقه ما، انه تصير من اهل البيت ويكون ادائك او اول بيرفورمنس تبعك لقدام، بس انه رجوع لورا بالنسبة إلي بيخوفني. بالعكس أنا ساعتها بصير نبش على الضعيف بيناتكم اشتغل فيه، ما اشتغل على المنيح، لأنه المنيح هو عارف حاله منيح وبلش يرجع لورا، صار مركب يعني أريير باثنين برايمز. ما عندي برايم بكرة. ما رح عينك، بس رح قلك انا خزلتيني، ديسابوينتد حتى، خاب ظني فيكي، خف حبي لك. انا بتكون مراهن على شخص، يعني انا من الاشخاص اللي بنترك يعني بنتر شو بدك تعملي لي بالبرايم. حاسس عندك شيء كثير حلو فيكي بالمغنى، بنتر شيء منك بكل برايم. صرت عم صاروا برايمين، أنا ما بعرف هديك جمعة ما كنت منيحة وهالجمعة مش منيحة، بخوفني هذا. يعني قبل شوي كنت عم سمع عنك هيدي بصراحة، مقهور. ايوه ايهاب، يعني لا فولو ايهاب، برافو. انا ما توقعت يطلع منك هيك شيء صراحه، هذا الشخص ما بيطلع هيك شيء منه، يعني بالنسبه لي يعني انجاز فظيع. ما شغله صغيره بس عاطله، بس ريسيت غلط بحال، وباقي كان كله حلو. عربك صح، كوزو مأمن حلوه، ما كان حلوه، وما في شد، ما في هذا الشد اللي بيتعب اللي عم بيحضر او اللي عم بيسمع. فاينلي ا بيتر تيمبو، كتر خيرك. لا هللويا، بس تيمبو في فرق يعني بين تيمبو. صعب انه في تيمبو. اوكي، جود تيمبو، جود ستيج اتيتود، الاتيتود الاكتنج على المسرح. قد ايه بحبك رفيق. لا عن جد برافو، هدول شغلتين منيح. اما بس المغنى عادي جدا. شانتال كثير عم بتشدي، ونزال كثير، يعني هدول قصص يعني بالمغنى الشرقي والطربي ضدك مش معي، بس يعني هدول قصص مبين قد ايه انت ضعيفه. أصبت من سوابقك، بس مش لأنه إنه قبل كنا كتير عاطين، هلأ صرنا أقل عاطين، يعني إحنا منيح. لا إحنا هلأ مفروض يكون كتير تقدمنا، إحنا صرنا بالبرايم السابع، مشان هيك بقول لك بتضايق بس.
بطلب منك على طول تحطي شيء من عندك وقت تسمعي اغنيه بتحبيها او ما بتحبيها تزيد عليها شيء، المفروض تزيدي شيء منك انت يا حنان. غنيتيها جاست رايت يعني مثل واحد انه عم بغنيها تسميعها، ليه بدنا نسمع؟ جاي نسمع درس معطينا اياه اساتذه على الهواء. هي مش حفله اخر السنه بالمدرسه يعني، هي بيرفورمنس ل 50 مليون زلمه عم يحضرك يعني. حنان وضعك بالنسبه لي بعده هيك يعني منقز. فحل قاعد تعيط وخبيط وكذا، ما في شيء. غنيت على الواطي ما قدرت احكم عليه صراحه. ما نحن هيك قسمنا شيل مزح، ايه شيل مزح عشان لما غنيت على العالي غنى معك طحنك. عمو جوزيف طحنك، شوف قريتها هلا هون؟ لا ما قريتها. طحنك عن جد؟ ايه طحنك. شو راسع راسك الله وراسك على راسي. اللي عملته مش كافي، عملته يعني اوفر اكسايتمنت منك. ترجمه خي، اذا حابب كنت ترقص رقص، كنا انبسطنا فيك والله العظيم. على اقول لك عطيناك بونبون على الرقص مش على المغنى، المغنى عادي اقل من عادي، بحسك بتحاول تبي. انا ما هلا ناخذها شوي مزح وكذا، جدي انت بتحاول، شوفك بتعمل افورت بس كمان ما بيوصل لي. يلا جارد رافائيل خفي بغرام حبيبي انت. ايه هيدا الغرام المستحيل. يلا باي باي. زعلانين أول بريك بحلقة الليلة، وبعده بنعرف كيف تقبلوا الطلاب تعليقات هادي. منتابع حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي، وما تنسوا أنه كل أخبار الطلاب بتتابعوها عبر www.starakarabia.com. تعليقات هذه شرارة الصريحة هي دايماً محط جدل عند الطلاب، البعض بيتقبلها والبعض الآخر بيشعر أنه هذه كان قاسي برأيه. وان طب وان يا عم مبروك علي علي مبروك. حلوش مبروك. مبروك يا برنس حبيبي حبيبي مبروك. خلص طلعت فوق. يا رب يا رب يا رب. ما تقولوا ما قدر. لا لا لازم اعمل منيح. شفت ماي سينجينج ما كان منيح، انت منطقيا لقيت ماي سينجينج منيح. انت منيح. من وزن اوكي. كان في اغلاط بس كان في كثير اغلاط. مش كثير مش هالقد. لا ولا يا ربي. هذا كتبته اياه حطيت لك اياها انا مان. انت ليه عم خلص ما تعصب حالك. لعب في نفسك كده. انا شايفه انه اي انسان في الدنيا انت. انا واحده من الناس عندي موهبه وانا عارفه ده كويس، بس في اغنيه بكون موفقه فيها وفي اغنيه بكون مش موفقه فيها. مش وقتها بهالوقت من البروجرام. بس عادي مش عادي. عادي اي انسان في الدنيا بيكون موفق في حاجه ومش بيكون مش موفق في حاجه، دي حاجه طبيعيه. انت مش كامل هتغني كل حاجه وتغني كل الالوان. هالاشياء ما عم بقدر اتخلص منها يا عم. هالاشياء ليش إيه؟ ليش إيه؟ ما عم بفهم. ليش انظر على الكاميرا هول جريماس عم بضايقه. كان انا عم بضايقوني. انا ما عملت اليوم جريماس. شفتك شو اي جريماس عم تحكي. على فكره ما علقش على حضورك ولا علق على بس الغنى. بس ما هيدا اللي قادر غنيه على هالطبق انا. طيب زلمه انا راس سوقي سوري. لا اوكي اوكي خلاص. ووضع الجني الاغنيه دي انت خدتها وايا كان ايه اللي حصل، بس انت غنيت كويس. انا واحده من الناس ما كنتش موفقه في اغنيتي بالمره. بس دليك شغله كنت ناطر عن جد انه انه يشوف هادي او يشوفه انه هيدا كان تحدي الي. واذا انا طلعت قد هالتحدي ولا لا يعني. انا بس بحاجه اوقف على جريه بعد هالنهار امبارح.
بس بحاجه حط الجاي على الارض وقول انا كتر خير الله غنيت طلعت على المسرح وقلت يعني بس بدي كيف انا كنت معتبره تحدي يعتبروني تحدي كان الي. ولا مره قال لي انه غنيت حلو ليك وانا وين وصلت لبرايم 8 جاي علينا برايم 8. الله برافو شو الله 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 جريئه جريئه. انا كنت بقول له لما قال غنيت ملعبي قلتي ملعبي ولا مره غنيت حلو وصلت لبرايم 8. برافو يا بت برافو. شو بك؟ قد أغني رجعت ما كنت عم تغطي ولا حلو. لا كان كتير حلو أنيس كان كتير حلو. أنت حلو وأنت طلعتي برا وفعلا الراب أحلى من الغنى فعلا. أنا الغنى كان بالمرة الغنى كان بالمرة. الراب عندك في الآخر سرعة الراب استغربت حلو. قلت لك قبل كده ان الفوق ممكن تجيب بره فاهم قصدي؟ صدقني مش عارف نرغي كتير بقى. هو الفكره انا يعني انا قدامك انا كنت بحاول اشوف حاولت قد ايه اغنيها اكتر اغنيات مرنت عليها بس يعني في غصب عنك اغاني بتبقى حتى مهما عملت فيها ممكن ما تبقاش لايقه عليك. بس الأغنية لايقة عليك بس أنت اللي خفتي منها وده اللي وصلك لكده. كانش المفروض تخافي. كانش المفروض تخافي منها. وأنت عارفة كده. ما كنتش عارفة حتى أفتح فيها صوتي كويس. مش عارفة. يعني أنا مش هكذب على نفسي. أنا عارفة إن أنا الحمد لله يعني عندي حاجة حلوة. بس يعني عادي في أغاني بتتوفق فيها وفي أغاني لأ. بس إنه بس إن الواحد يعني يرجع ورا. بشكل كبير قوي كده في اغنيه في الراي ما فيش ورا بشكل كبير. في فرق ان 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 حد بيبقى حاطط عليه امال ويرجع ورا. لو رجع ورا قد كده نص ربع خطوه بالنسبه له رجع ورا كتير. فاهم قصدي؟ هو ده اللي هادي عايز اوصله. فهمتي؟ بس فالموضوع بسيط. بس هي الفكره زي ما انت قلتي مش كل الاغاني بتخدمك. زي ما انت طلعتي في اغنيه غنيتيها وقال عليكي واو فاهمة؟ زي ما هتطلعي في اغنيه ممكن ما تخدمكيش مش حباها مش مرتاحه لها غصب عنك فيها مشكله لكن في الاخر بنتفق ان انت عندك حاجه كويسه بس عادي جدا يعني. نفس بصي نفس المشكله اللي عندك نفس المشكله اللي عندي. عادي انا ما خدتش اغنيه ده اظهر فيها باخد كلمتين وبطلع مش ده اللي هقيم فيه بس هنعمل ايه؟ بس دي اغنيه كانت هتتغنى حلو اغنيه وكل حاجه بس ما خدمتكيش قلتيها كويس ما خدمتكيش بس ما خدمتكيش احنا لازم نحط ان 50% الاغنيه ما خدمتكيش عشان انت ما فاتتش عليكي وال 50% التاني مشكله عندك. المشكله عندك لان انت اللي خفت منها وكان بامكانك تقوليها احسن من كده. انت واضح من اول ما دخلتي كده انت واضح عليك انك خايفه، خايفه بقى انك ما تخشيش صح. خايفه انك انت كده التانيه دي تفوتك. كل ده غلط، كنت لازم تبقي واثقه انك انت جايباها. هي دي كانت مشكلتك. بس هنرجع في الاخر نتكلم ان انت لسه راجعه منين؟ انت لسه راجعه من توم 1. يعني ايه توم 1؟ عارفه يعني ايه؟ يعني كل الناس متفقه انك انت الاسبوع اللي فات تستاهل انك تاخدي ده، ده غير انك خدتيه قبل كده، ده غير انك قبل كده وقبل كده كنت تاني وتالت. بس هي الفكره ان هادي بيتكلم من حته ان ما هو يبقى شايف حد واو ربع خطوه بالنسبه له انه رجع ورا كتير. ما هو برضه نفس الوضع لما تحس ان انت كنت قدام وبترجع ورا ما اعرفش هيأثر عليا ازاي. بس هرجع اقول لك تاني هو مش قصده انك انت رجعت لورا. قال لي وضعك الوحيده اللي قال لها وضعك خطير. لا والله العظيم قال لي كده. يا حبيبتي انت هايدي حاولي تركزي في الكلام شويه اللي بيتقال. عارفه التحفيز السلبي؟ هايدي بيعمل تحفيز سلبي. بريك تاني بحلقة الليلة مشاهدينا ومنرجع منتابع نحن وياكم.
منتابع أخبار الطلاب، وما تنسوا مشاهدينا تتواصلوا معنا عبر فيسبوك، تويتر وإنستغرام. ليزلي زارت الطلاب لتقدم لهم صف جديد وتقنيات جديدة للغناء. محمد أنت كنت شادد امبارح بالبرايم، شادد من هون هيك، كنت عم تغني هيك. أوكي صوتك كان مسكر جوا يعني، وكنت فاتح بالعرض بس أبدا ما عم تفتح بالطول. أنا هون عم بحكي. سوري إذا ما بيهمك شو عم بقول ما ترجع على الصف. ولا سوري I'm so excited. لا you cannot. أوكي سو محمد أنت كنت فاتح بس فاتح أنجأ بالطول وكله بالعرض. سو زرك الصوت ورا هيك شاطك. شانتال كمان انا هيك عملت غنيتي صح بس الصوت كان كثير مكموش. ما بعرف شو صار لك يعني. وي لا بروميير بارتي ما كانت منيحه انيس. عاد كان انه كان في برات التيون يعني. دينا صوتي كان عم بخش، كان مبحوح. غنيتي صح بس الصوت ابدا مش صوتك. ما بعرف شو صار لك يعني. انت غنيتي كثير صح وصوتك كان مرتاح. ما كان في ولا غلطه ولا شيء. It was very good. عملتي اللي قلتي لي. عملتي منيح. نو جو سوي كونتانت. ميرسي. ما بال كل شيء راب كان كثير منيح. كل شيء غنى ما كان كل الوقت كثير منيح. بس الصوت كان مزروق. صوتك ما كان صوتك مبين بشع. ما فيني اقول انه مبين بشع بس انه انا بالنسبه لي هذا مش صوت شانتال. ما في رنه كان بالصوت يعني، ما كان الصوت مجوف، ما كان مغلف، ما كان فيه رنه. الاوتو تون كان في الكوبلي ولا في الغفران؟ كان كل الكوبلي او يعني التقليعه اول كوبلي ورفران كان فيهم شويه اوت اوف تون اول بارت. أنيس عم يشعر إنه ممكن يكون هو نوميني هالأسبوع، ومن بعد تقييم ليزلي لغنائه زاد عنده شعور الخوف. إذا وقفت أنا وشانتال أو أنا وحيالة الفنانة ما بتصوتي لي. أوكي؟ ما بدي حطك موقف حرج كثير. It's embarrassing, I know. أنيس. ما بال أوكي؟ ما بتصوتي لي. Please. أنا إنه في دينا كثير هي رفقة هي وشانتال، عباس كثير رفقة هو وشانتال. لا لا أنا عارف هلا أنت وشانتال رح توقفوا مع بعض. يمكن لأنه شانتال كمان ما غنت منيح. ويمكن عباس هو اللي بياخذ على النسبة. إذا وقف معنا أنا مين. ما تضلك بهالمود أنيس. هالمود ما رح يفيدك لهلا ولا بالنومينيشن ولا بالإيفال ولا شيء. بعرف. ما تحط الفكرة براسك لأنه ما بتعرف. و in case which I doubt إنك تطلع نوميني. In case ما تعت الهم لأنه رجعتك راجع معروفة. أوكي أنا أصلاً ما في من هلا عم بقول لك ما في استوعب الفكرة مثلاً أكاديمي بلا أنيس. أوكي؟ You know that. Yes. ما بدي هالشيء أثر بإيفالك لأن لازم تعمل إيفال كثير منيح. أوكي؟ I'm sure no no no. I'm sure. أنيس أنيس بشرفك بعد ما سمعت حالك على تي في ما تصير تسبق. ما تشوفي بعدين ايش رح يقول هذا. You will see. اوكي هادي رح يقول شيء بشع، أنيس رح يعصب، رح ما رح يعصب فكرة براسه. لا انه هو رح يطلع نومينا بيطلع اوتو ما بده يحكي بقى مع حدا. لا مش ما بدي احكي مع حدا بس انه بتنزعج. I need this moment of exactly. I know. بنزعج. لازم انزعج لانه I'm not good doing بعرف. Good. لا it's not that you're not doing good بس انه معك حق تنزعج. ما عم بقول لك انه ما تنزعج لانه ايه انه مش هيني كان توب 1 هلا انه ما هذا اكثر شيء مزعجني مش انه انا رح كون نومينيت. I know ما اكثر شيء زعجني انه انا من جمعة كنت بالتوب ومن جمعة كانوا حاطين ريبورتاجي من جمعة كنت بالتوب 4 ابدا
كتير 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 فكرة هيك فكرة مش حلوة إنك تكون توب فور بعدين بعدها تغري نومينه. فكرة كتير بشعة لو تفكر فيها كتير كتير بشعة إنه كل كوبلي كان out of tune. مش كل الكوبلين قالت لي هيك بس قالت لي هيك بس يمكن عم بتقول لك هيك لتقويك لتعمل احسن ان شاء الله لحتى يبين لوجيك الامر الحكي لا حتى اذا طلعتوا مني ما رح تكون صدمه لإلي هو الحكي لتربحوا سفره على بيروت وتحضروا البرايم مباشره وتكونوا حد الطلاب شاركوا بالمسابقه عبر www.cbc-eg.com. بريك اخير بحلقتنا مشاهدينا وبنرجع. منتابع أخبار الطلاب مع سهرة غناء ورقص وضحك اجتمعوا فيها الطلاب بالأكاديمية. بالمبدأ كان الكل فرحان لكن رافائيل كان عم يشعر بالغيرة. حلك برجع وباخده على الرقص. Thank you.
تابع أخبار الطلاب. سهيلة بعدها بالمستشفى وعم تتلقى العلاج، لكنها أرسلت رسالة لكل يلي بحبوها ولكل أصدقائها بالأكاديمية. فشو هي الرسالة؟ كيفكم يا حلوين؟ اشتقتوا لي؟ مين ذكركم هلا مش ضلع؟ هلا صار تزاهو تطلع عليكم من قلب المستشفى. حبيت نقولكم أنه توحشكم بزاف. أنيس! اشتقت لي ولا ما اشتقت لي؟ اكيد اشتقت لتحكي مع حدا بالجزائري. اوكي سو انا قريب رح نرتاح ورح نرجع نحكي معك بتزيري. نسيم عك تاكل ولا لا؟ لابيتي تاعي راحت، لازم ترجع لي مش نولي ناكل. عباس وصلني انك كل دقيقه بتقول اشتقت لك يا ساهو. وصلني كل شيء، لا تخبي علي شيء. ايهاب رني على بالي باللي راك متوحش لي يضربك، وانا راح نضربك. انا اليوم نط نمشي وكل شيء كل شيء رجع كما كان. حنان حنونة على بالي باللي انت توحشتيني بزاف. وعلي علي اشتاق لي كثير، بعرف هيدا الشيء. كل شيء عم يكتبوا لي ويبعثوا لي انه الفانز تبعي هون انه فلان مشتاق لك وفلانه مشتاقت لك. مين خلص راحت لي لمنوار. دينا خلي سبونج بوب معك، اشتقت لك كثير. شانتال بلا سؤالي، ان شاء الله تكوني بخير يا رب. وخلي هالو كيكي معك. مابيل عم يهتم فيك انيس ولا لا؟ مع اني وصيته عليه. مروان ما راح اسال شيء. مروان كثير مشتاقت لك ومشتاقه لسؤالتك. مين كمان؟ رفيال بنات يا بنات، كثير مشتاقت لك يا رفيال. لا تاخذوا من الذاكره شويه، راحت لي وانا عم حاول اتذكر كل شيء. هايدي ام الاكاديميه، بحبك كثير واشتقت لك كثير 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 كثير. حنان حكيت عليه خلص، قلت لها انا مشتاقت لك يا حنان. كلكم بلا استثناء مشتاقت لكم كثير 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 كثير. ايه حكيت عليه. نوميني لهالاسبوع هني علي اللي اشتاق لي كثير، حنان، ايهاب وانيس. سوري ما فيني اضحك. وإن شاء الله هتزوروني في أقرب وقت، وكل يوم يعني نسأل عليكم ويوصلني سلامكم للكل. أول شيء حبيت نسلم عليكم ونقول لكم ميرسي بوكو، كلكم كامل تقصوا عليا ويعني كل عيالكم تسألوا عني، وأنا مبسوطة كتير أنكم يعني ما تخليتوا من عني حتى أنه عملت هيدا الشيء اللي طلع مني الأهل الحال. بس بدي أطمنكم أنه بلشت امشي وبلشت ارتاح كثير كثير كثير، وراح اطمنكم اكثر فيديوهات اكثر انه عم بمشي لحالي وعم ارتاح كل يوم بعد يوم الحمد لله. وهذا كله بفضل
ستار اكاديمي يعني مأمنت لي كل شيء. اليوم حكيت مع ماما وحكيت مع الفنانة ريم غزالي، طمنوا علي بس قالوا لي شيء كتير زعجني. بليز بديكم توقفوا هذا الحكي انه يعني الحادث اللي صار معي يعني مقصود او هيك شيء. قالت لي ماما انه كتير الناس عم تحكي وبتقول انه في حدا دفشك وما بدهم يبينوا الحقيقة. ما في ولا حدا، وحياة الله يعني ما في شيء اكتر من الله عم بحلف بيه. انه هاد حادث انا سبب، انا اللي كنت عم بلعب وعم بتهور وعم بعمل اشياء كتير 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 مجنونة، وامي بتعرف بهيدا الشيء، وما في شيء من هدول الاشياء اللي عم تحكوا فيها. فبليز وقفوا هدول حملات ستار اكاديمي ما بعرف شو. بليز انا ستار اكاديمي صراحة احسن شيء صار معي في بهي الدنيا كلها، وغيرت لي حياتي من الاسوأ للاحسن بكتير كتير كتير. فبدي اياكم انتم كمان تشوفوا مثل ما عم بشوف انا ستار اكاديمي اذا بتحبوني. واكيد لانه ستار اكاديمي خلتكم تتعرفوا علي، تعرفوا على موهبتي وصلتني، وما بدهم اكيد ما بدهم مشاكل وهدول المشاكل يعني حتى يعملوا شيء مثل هاي. ووصلوني للشيء اللي بدي اياه، وبيقولوا لي انه رح يضلوا معي لا يمكن لاخر يوم بحياتي ما بعرف لشو. وكل ما احتاج اي شيء بروح لعندهم وبطلب من عندهم، ما خلوني احتاج شيء يعني كيف بدهم يعملوا شيء مثل هيك بعدين يوقفوا معي. فبليز وقفوا هذا الحكي بليز مشاني. واذا بتحبوني وستار اكاديمي شيء كتير 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 حلو، والشيء الحلو فيه انه خلتني اتعرف عليكم وانتم تتعرفوا علي. ف لازم يوقف هذا الحكي بليز مشاني. وبدي اقول انه بدي اتشكر كل حدا كل حدا كل حدا سال علي، وكل واحدة ويسخ سيرية أقوله أنه أنا بخير بخير بألف خير، وبإذن الله وأكيد رح أكون وأرجع مثل ما كنت أحسن. هيدي كانت أخبارنا لليلة، بكرة أخبار جديدة وحلقة جديدة مع الطلاب. باي باي. قلبي بين